طيب، وفي نفس الإطار أنا معايا على التليفون حاليا معالي السفير، السفير مين يا جماعة؟ قولوا لي تاني. السفير ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب. سيادة السفير، برحب بيك على شاشة قناة الأهلي، وتحيات الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش. أهلا بحضرتك. أهلا، ازيك يا معالي السفير؟ أهلا بيك. أهلا بحضرتك. طيب، احنا طبعا كنا بنتكلم في الحلقه وبنتكلم عن الدور الكبير اللي قايمه بيه السفاره المصريه في المغرب والمجهود الرائع للدبلوماسيه المصريه والعلاقات الطيبه مع الاشقاء في المغرب، والاجتماعات اللي تمت بالامس بالتاكيد كانت نتائجها ملموسه امام الجميع. التاشيره تكون في المطار فور الوصول، اقتناء التذاكر مع التاشيره للجمهور المصري اللي هيصل من خلال الرحلات المحدده في الايام القادمه. فده جهد كبير جدا لحضراتكم وبالتاكيد بنشكركم عليه، ودايما كده بتبقوا سند ودعم لكل البعثات الرياضيه المصريه بشكل عام او حتى للنادي الاهلي بشكل خاص. طبعا حاجه ده اول كده شغلنا، طبعا احنا شغلنا وبنعمل هذا الموضوع طرف الشغل والمحبه كمان، وان شاء الله ده يعني نتشرف النهارده بالبلد البعثه والتقييد في رباط الدار البيضاء ان شاء الله بإذن الله. طيب، آخر الترتيبات النهارده، ويمكن الاتحاد المغربي أعلن في بيان رسمي الطريقة اللي هيتم بيها اقتناء التذاكر، ويمكن في خطاب أيضا اتبعت للأهلي من الكاف بخصوص التذاكر. أنا عارف التذاكر ده أمر رياضي ما بين الأهلي مع الاتحاد الإفريقي، لكن السفارة المصرية إيه اللي ممكن تقوم بيه خلال الساعات القادمة من أجل الجمهور المصري اللي بقى مقيم في المغرب، مش الجمهور اللي جاي من بره، المقيم في المغرب؟ هل في طريقة معينة الاجتماع الأمس يعني حدد بيها الجمهور ياخد التذاكر إزاي، ولا الأمر هيبقى إزاي معالي السفير؟ هو حضرتك عامة بالنسبة للجالية المصرية، احنا أول حاجة بنعملها طبعا بناخد الجالية إن هي يعني تكون فعلا هي المكون الرئيسي في الجمهور إن شاء الله بإذن الله، لأنه أسهل بكتير طبعا إن أبناء الجالية هنا يشاركوا موجودين في المغرب، فبالتالي إن شاء الله احنا بنقوم باتصالاتنا مع قيادات الجالية هنا عشان برضو نحث كل أبناء الجالية على التواجد إن شاء الله بإذن الله المباراة هناك. فيما يتعلق بموضوع شراء التذاكر، فهم هنا في نظام هنا انه اما انه بيبقى في اونلاين او في اماكن للتوزيع والبيع، فبالتالي احنا برضو هنحاول نساعد الجاليه هنا في موضوع الحصول على التذاكر من خلال اما منافذ البيع او من خلال البيع اونلاين عشان يبقوا متواجدين ان شاء الله يوم المباراه باذن الله. طيب، الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي يمكن وصل بالامس، وكان في استقبال بالتاكيد من السفاره ومن اللجنه المنظمه المحليه في الاتحاد المغربي لترتيب كافه الاجراءات. هل خلاص فندق الاقامه تم انهاء كل الامور، ملاعب التدريب، الاجراءات التنظيميه والامنيه، كل الامور دي تمت يا معالي السفير اعتقد وانتهت على خير؟ تمام يا فندم. وطبعا كان موجود امبارح طبعا كبير، طبعا خبره كبيره وطبعا جدا، طبعا تم استقبالهم طبعا، والاتحاد المغربي بصراحه يعني هو قدم كل الاستعدادات وقدم كل المرونه اللازمه في هذا الموضوع. طبعا الاوتيل جاهز طبعا بقى فتره، ده اختيار النادي الاهلي الاوتيل، اوتيل النادي الاهلي نجح فيه قبل كده، سهل التامين يعني في وسائل الراحه المطلوبه. فيما يتعلق، طب يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بمعالي السفير، السفير ياسر عثمان سفير مصر في المملكه المغربيه. انا عاود الاتصال بيه بالتاكيد لانه بيتكلم في امور مهمه جدا، وده دورنا الاعلامي، بنحاول نعيش جمهور الاهلي والجمهور المصري يعني في كل مكان الاحداث عن قرب في المملكه المغربيه والاجراءات التنظيميه والاجراءات اللوجستيه وكل حاجه متعلقه بالحضور الجماهيري. احنا يا جماعه والله ما بنشتغلش وما يعني مش عايزين نتكلم في اي تفاصيل الا ازاي نقدر نساعد الجمهور على انه يكون موجود في الماتش في يوم الاثنين الجاي يوم 30 مايو في كازابلانكا. الجمهور هيسافر ازاي؟ الجمهور هيحضر ازاي؟ الجمهور هياخد التذاكر منين؟ الاداره ودورها برئاسه الكابتن خطيب في الفتره الاخيره وسعيها ان يكون في على الاقل يعني قدر الامكان تكافؤ فرص وتوفير اي امور ممكن تكون ايجابيه لصالح الجمهور ولصالح الفريق. دي مجهودات يا جماعه صعبه جدا في ظل انت بتتعامل مع اداره الاتحاد الافريقي يعني بتتاخر جدا في كل قراراتها. طيب، رجعنا تاني لمعالي السفير. اتفضل يا معالي السفير. معلش يا فندم على الخط قطع. لا يا فندم اتفضل. كل فندم كل الحالات جاهزه بالنسبه لاستقبال بعثه النادي الاهلي النهارده ان شاء الله. كل الترتيبات طبعا، اقامه، تامين،
يعني ملاعب التدريب، فان شاء الله كل حاجه جاهزه في انتظار الدفع ان شاء الله. تمام. طيب الملعب التدريب كمان اعتقد حسب ما فهمت نفس الملعب اللي كان الاهلي بيتمرن عليه في مباراه الرجاء اللي كانت من الشهر الماضي اعتقد، والفندق قريب جدا من مركب محمد الخامس. بالظبط يا فندم، هو الملعب يعني حظى يعني برضا الجهاز الفني، وبالتالي هم مرتاحين للتمرين فيه، وبالتالي اختاروه. وطبعا التمرين الاخير هيكون طبعا في استاد المباراه ان شاء الله. طيب في جزئيه يمكن مهمه جدا متعلقه بالامر الطبي، هل بالفعل مسألة التطعيم أو تحليل البي سي آر بالنسبة للقاح الكورونا الأمور دي أعتقد حاليا اختلفت شوية عن ما كانت من الشهر الماضي أو الشهر قبل الماضي، ولا الدخول حاليا للمملكة المغربية إجراءاتها الصحية يا معالي السفير؟ لأن برضه في جمهور عايز يسافر فعايز يعرف لسه تحليل البي سي آر مطلوب، لسه التطعيم أو اللقاح الخاص بالكورونا الجرعات دي لازم تكون موجودة، يعني برضه التفاصيل ده عشان الجمهور نبقى عارف مننا كل التفاصيل. الطعم بس. احنا طبعا بعت كل ده طبعا شركات السياحة المنظمة للسفر للجمهور المصري، انه دلوقتي الشروط الصحية لدخول المملكة المغربية تتطلب اما بي سي ار او انه يكون معاه حضرتك شهادة التطعيم ضد الكوفيد 19. تمام. يا ده يا ده، قبل كده كانت بيتطلب الاثنين، انما دلوقتي تم تخصيص الشروط الصحية اما بي سي ار او يبقى معاه شهادة التطعيم. التطعيم 3 جرعات ولا ممكن لو جرعتين؟ 6 اشهر. الو حضرتك، احنا بعتنا كل اي ما حضرتك فندم، اعتقد التطعيم هو حضرتك هم جرعتين تطعيم بس ما يكونش فات عليهم 6 شهور. تمام جدا. معالي السفير ياسر عثمان انا بشكرك جدا على كل المجهودات اللي السفاره المصريه قايمه بيها في المغرب، وبصراحه احنا سعداء جدا بالدبلوماسيه المصريه ودورها ودور الخارجيه المصريه في التنسيق الرائع اللي تم مع المملكة المغربية خلال الساعات الأخيرة، وده إن دل على شيء بيدل على أن العلاقات قوية جدا ما بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وبالتأكيد دايما أشقاء، وإن شاء الله ربنا يكرم بقى يوم المباراة ويكون الفريق موفق بإذن الله. شكرا جزيلا معالي السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب.